تنفقوا مع الوحدة، تنلحقوا الدار البيضاء مع الثلاثة، تنجيو تخرجوا مع السبعة، تنلحقوا هنا مع العشرة. والتنقورة كاين اللي تيساعدنا، كاين اللي تيذكر معنا، كاين اللي كل وجهه على حساب الأشخاص. الحوت قبال ولكن الثمن زوين، الثمن ملائم على كل شيء. بحال دابا الكروفي 80 درهم، الكلامان 70 درهم، الصول 1000 ريال، الميرنا 1000 ريال، القرب 1000 ريال، الفرق 70 درهم، الثمن راه زوين. ايوا السردي دير 10 دير 15 درهم، راه السوق 15 درهم، هادشي اللي كاين. اللي تيميك كاين اللي تيذكر، كاين كل وجهه على حساب المخزن، فيه على حساب الأصناف كله. المهم الحمد لله كاينين المخزن اللي تيساعدنا، وكاين اللي تيذكر، وهي هادي غاديه الأمور. والحمد لله عندنا كليان، عندنا كل شيء، اللهم لك الحمد. بنادم راه غادي على قد الحال، كل شيء واكل الخبز، كل شيء اللهم لك الحمد. اضافه اش نقول لك، نطلبوا المخزن يخلينا الطريقه شي يسكروا معنا وصافي، هادشي علاش. حيت حنا تنجيبوها الحوت للناس اللي غياكلوا، ماشي تنبيعوا شي تخدير والمخدرات، تنجيبوها للناس اللي غيتقوتوا، ماشي تنبيعوا شي حاجه حرام. ونطلبوا المخزن حتى هو يساعدنا في الطرقان ويساعدنا كذا، هادشي اللي نطلبوا. الله يجازيهم بخير، ما كرهناش نمشيو للمشروع، ما نبقاوش، الله يجعل البركه. راه 20 عام ديال العشوائي، ما كرهناش نتحول. المشروع هو اللي حدا توارق، حدا سوق الصالحين. ايوا نطلبوا الله يفرج على الجميع. كاين شي حوار ما بينكم؟ كاين، ولكن هذا الوباء اللي باقي شويه مخلينا حاصرين. ونطلبوا الله يحيد عنا هذا الوباء ونرجعوا نخدموا ان شاء الله. ما كرهناش في وقت العاجل نرجعوا للمشروع. واخويا حنا راه ماشي خاطرنا تنديروا هذا الشيء. انا راه عندنا وليدات وعندنا حنايا تنخدموا عليهم، ما خصناش نبقاو جالسين في الزنقه. خصنا نجيو ندبروا على ريوسنا، تنقي جميع انواع الحوت، او السرديل، تنقيو كروفيت، كلامان، تنقيو الميرنافيلي، تنقيو جميع انواع الحوت هنايا. جميع بغيتي الشوايه، بغيتي المقله، اللي بغيتي تنديروه اخو. تنفيق اخويا مع 9 ديال الصباح، تنسالي الخدمه مع الجوج، جوج ونص، ثلاثه، تيسالي السوق. داكشي اللي قسم الله تنديوه معنا، وتنمشيو في حالاتنا اخويا. ما بقاش جالس، المهم هو نوض نخدم على راسي وعلى ولديا وعلى امي وخوتي ووالديا، كلشي خدام عليه. هوية بريس، نحو إعلام هادف.